بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، بفضل الله ومنه وكرمه ما زلنا نواصل هذه المحاضرات الطيبة الماتعة النافعة، وما زلنا مع هذه الدورة المباركة وهي دورة شرح مقدمة الشاطبية برعاية الدرر الحسان في القراءات العشر للقرآن، مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة. تحدثنا في لقائنا السابق عن قول ناظم: وحرمي المكي فيهم ونافع، وحصن عن الكوفي ونافعهم على. وقلنا أنه يقصد الإمام الشاطبي بحرمي أهل الحرم ألا وهما نافع والإمام ابن كثير، ومثلنا على ذلك. ثم انتقل الناظم: وحصن عن الكوفي ونافعهم على. قلنا أنه يقصد في حصن، وهو رمز كلمي، يقصد في أهل الكوفة والإمام نافع كما هو موجود أمامنا على الشاشة. ونبهنا أنه كالحصن الذي يحيط بالقراء فنافع، وأهل الكوفة يحيط بالقراء بالأربعة المتبقيين أو بالثلاثة المتبقيين، لذلك قال عنهم حصن. إذن هؤلاء القراء الموجودين أمامنا على الشاشة، ونبهنا عدة مرات على حفظ هؤلاء القراء والرواة حسب الترتيب الموجود أمامنا على الشاشة. ثم انتقل الناظم إلى قوله: ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرط وقت بالواو الفيصلة. إذا جاءت هذه الرموز الكلمية التي تحدثنا عنها جزء منها الآن وجزء منها كان في لقائنا السابق أو قبل السابق، قال: ومهما أتت من قبل، هذه الرموز يعني مهما أتت من قبل أو بعد الكلمة القرآنية فلا ضير في ذلك. لكن نبه أنه أنا ما زلت أتحدث عن شرطي، وهو يعني كأن الإمام الشاطبي يقول: ما زلت أتحدث عن شرطي ألا وهو الواو سوف تكون للفصل بين الأمور. إذا نبهنا أنه الكلمة القرآنية والرجال الخاصين بها من يقرأوها من القراء أو الرواة ينقسموا إلى قسمين: إما أن يكون بعد الكلمة القرآنية، وذلك فقط في الرمز الحرفي، فقط إذا كان رمز حرفي المختصة في أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست وثخذ ضغش، هذه الحروف إذا جاءت لوحدها فلا بد أن تكون بعد الكلمة القرآنية. طب إذا جاء معها رمز كلمي أو كلمي لوحده بدون هذه الحروف فلا يشترط مكانه، إما قبل الكلمة القرآنية أو بعد الكلمة القرآنية. إذن إما أن يكون كلمة فقط أو كلمة مع حرفي. وقسمنا الرمز الكلمي مع الحرف إلى ثلاثة أقسام: إما رمز كلمي سابق للحرف، أو رمز حرفي سابق للكلمة، أو توسط الكلمة بين حرفين. وأخذنا أمثلة على ذلك متعددة كما هو موجود أمامنا الآن على الشاشة، وفصلنا ذلك في لقائنا السابق. ثم انتقلنا إلى موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو باب الأضداد. وهذا الباب أو هذه النقطة سوف نستخدمها بكثرة بإذن الله تعالى، أو سيستخدمها قارئ الشاطبية بكثرة عندما يصل إلى الفرش أو حتى قبل الفرش فيحتاجها، ولا بد أن يكون مستحضرها بشكل قوي جدا. ماذا يقول الناظم؟ قال: وما كان ذا ضد فإني بضده. سوف أتحدث عن أشياء، وفي المقابل من أسكت عنهم فسوف يكون بضد الأمر المسكوت عنه. ثم قال: فزاحم بالذكاء لتفضل. لابد أن تزاحم بالذكاء، هذه الأمور تحتاج من القارئ نوع من الذكاء، ويحتاج إذا قرأ الشاطبية أن يستحضر عقله دائما، وأن يمرن نفسه على استخراج هذه الأضداد. ثم قسمنا الأضداد في الشاطبية إلى قسمين: قلنا ضد عقلي ما يعلم بديهيا، وقلنا إذا تحدث عن بعض الأضداد المعروفة والمشهورة فإنه يتعامل أيضا بالضد. فلو قال مثلا: هذا الشيء اقرأ بالإثبات، فسيسكت عن الباقي في الغالب. يعني أحيانا يأتي بيضطر أنه يأتي بالضد، يعني النظم يسمح له، لكن في الغالب إذا قال مثلا الإثبات فالضد تاح الحذف. لو قال: والله هذا بالإدغام، الضد تاح بالإظهار. لو قال: والله هذا مثلا بالغيب، الضد تاعه بالخطاب، وهكذا. إذن هذا يعلم بديهيا، ضد عقلي معروف.
أما ضد الاصطلاح فهو هناك بعض الأضداد التي أتى بها الناظم وهي غير معروفة أو غير معروفة كضد، فقال مثلا ضد النون الياء، فقلنا وقلنا احنا لقاءنا السابق انه ممكن انسان اخر يعمل مثلا نظم للقراءات ويتخذ ضد النون الغين، ضد النون الجيم، ما في حرج في ذلك، لكنه هذا يسمى ضد اصطلاحي، اي ما اصطلح عليه الامام الشاطبي، وهذا سنتعرف عليها ان شاء الله في لقاءاتنا القادمه باذن الله تعالى. هذا قسم، هناك قسم اخر او تقسيم اخر نقول، ألا وهو عن الأضداد أنها أضداد مضطردة منعكسة وأضداد مضطردة غير منعكسة. قلنا ماذا نقصد بالأضداد؟ الشيء وضده. طب ماذا نقصد في المضطرد؟ أي على طول الشاطبية، لن يكون في مكان بشكل وفي مكان آخر في الشاطبية بشكل أخرى، فهو مضطرد على طول الشاطبية. وقلنا لكم كما نعرف مثلا الأصول، نقول هي الأحكام المضطردة لأنها في جميع الكتب. إذا هذه الأضداد أو هذا الأمر المطرد، عندما نقول مطرد حتى أنه العلماء عندما يتحدثوا عن شيء معين على طول منهجيتهم يقول هذا الشيء مطرد. طب ماذا نقصد في المنعكس؟ قلنا الأمور تنقسم إلى قسمين في الشاطبية، إما أضداد منعكسة، طبعا هي مطردة سواء في القسم الأول أو في القسم الثاني، إما منعكسة أي شيء وضده هذا الأمر الثاني، والثاني ضد الأول فهو منعكس، كلاهما ضد، الأول ضد الثاني والثاني ضد الأول. أما إذا كان الأول ضد الثاني لكن الثاني ليس ضد الأول فنسميه أضداد مضطردة غير منعكسة. سنشرح ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى، فلا تستعجلوا على هذا الأمر. وأخذنا هذا البيت أيضا في لقاءنا السابق، قلنا هذه الأضداد التي يتحدث عنها كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل، هذه بعض الأضداد التي تتحدث عنها الإمام الشاطبي. ثم أخذنا بعض هذا كان كمدخل عام، وأخذنا أيضا من ضمن المدخل بعض الأضداد التي يعبر عنها الإمام الشاطبي بألفاظ أخرى نحو الحذف، أحيانا يعبر عنه بدع أو دون كما هو موجود أمامنا على الشاشة. الاختلاس يعبر عنه بالإخفاء. الإفراد يعبر عنه أحيانا بالتوحيد. الإمالة يعبر عنها بالإضجاع. الإثبات يعبر عنه أحيانا بالزد. إذن كمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز ونقل واختلاس تحصل. بهيك إحنا بنكون رجعنا لقائنا السابق بشكل سريع، طبعا لا يخفى عليكم أن هناك نوع من التفصيل كان في لقائنا السابق، إن شاء الله يكون هيك قد استفدتم منه بإذن الله تعالى. طيب مين عنده سؤال أو استفسار في لقائنا السابق؟ الأمور واضحة؟ على العموم نبدأ في لقاء اليوم. لقاء اليوم لقاء كما قلت لقاء مهم جدا، أتمنى من الجميع الانتباه جيدا. موضوع الأضداد من المواضيع البسيطة والهينة ولكنها في نفس الوقت مهمة جدا، كما قلت إذا لم تفهم فمن الصعب علينا أن نفهم الشاطبية، لذلك نحن سنركز فيها قليلا بحيث إذا وصلنا إن شاء الله إلى الفرش أو حتى قبل الفرش سوف يفهم ما يقصد الإمام الشاطبي. هذه الأضداد وهذه الأمور هذه تعتبر مفاتيح لمن سيقرأ الشاطبية، لذلك أتمنى من الجميع الانتباه جيدا لهذا الأمر. إذن نعيد هذا البيت، كمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا. سوف يتحدث الإمام الشاطبي عن أول ضد من هذه الأضداد ألا وهو المد. المد لو قلنا المد بداية، طبعا عكس المد القصر، عكس المد القصر، لكن سؤال الآن لكم، هل برأيكم المد وعكس القصر هل يعتبر ضد مضطرد منعكس أم غير منعكس؟ سوف نلاحظ قبل ما تجيبوا سوف نلاحظ أن المد عكس القصر والقصر عكس المد. طب إذا قلنا المد عكس القصر والقصر عكس المد، هل يعتبر ضد مضطرد منعكس أم ضد مضطرد غير منعكس؟ من يقول؟ نور. نعم، هو ضد مضطرد منعكس. تمام، إذا ننبه على هذه النقطة، ما دام هذا الأمر المد ضد القصر والقصر ضد المد، حتى يعني تفهم هذه النقطة لكم، ما دام المد ضد القصر والقصر ضد المد وهو على طول الشاطبية بنفس النسق
فمعنى ذلك أنه ضد مضطرد منعكس. إذن لنرى، أيوة المد وعكس القصر، سوف نلاحظ هذه الإشارة الموجودة أمامنا، هذه للأضداد المضطردة المنعكسة. إذن المد وضد القصر، المد مضطرد منعكس، والقصر كذلك، يعني ممكن أن نقول المد أو القصر ضد مضطرد منعكس. نأخذ مثال على ذلك، يقول الناظم: وامدد في المجالس نوفلا. سوف نلاحظ في هذه الأمثلة أتيت باللون الأصفر للكلمة القرآنية، واللون الأحمر للقارئ أو الراوي. فيقول وامدد، هنا طبعا نحن لن ندخل إلى شرح الأبيات بشكل مفصل، لكن سوف نأخذ بشكل عام. يقول كلمة المجالس، طبعا هو يتحدث عن قوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. يقول امدد كلمة المجالس لنوفل للنون، اقرأها بالمد للنون لعاصم. إذا كيف ستقرأ؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، طب الضد بالقصر، سوف يقرأ المجلس. لكن السؤال الآن، هل يعتبر ذلك ضد مضطرد منعكس؟ نقول نعم ضد مضطرد منعكس. طيب هل من اللائق، أو هل ممكن أن يأتي الناظم أو يبدأ بشرح هذا الأمر بشكل مفصل، يقول امدد المجالس للنون نوفلة، وأما باقي القراء فلا تقرأ لهم بالمد واقصر لهم وكذا؟ لا، هو اكتفى أن يقول امدد كلمة المجالس للإمام عاصم، وباقي القراء سكت عنهم، فنأخذ ذلك بالضد. إذن هو يقول امدد في المجالس للنون نوفلا للإمام عاصم، وسكت عن البقية، بمعنى أنهم يقرأوا بالضد ألا وهو القصر. مثال آخر: مكاناتي، مد النون في الكل شعبة. كلمة مكانات نحو قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. مد النون، اقرأ بمد النون، مكانات، مد النون في الكل، أي في كل القرآن لشعبة. واكتفى الناظم، لم يقل باقي القراء اقرأ لهم بالقصر، وبدأ يشرح. احنا لاحظوا الشاطبية 1173 ده، لو بدأ يشرح في الأضداد ويقول ضد هذه القراءة لفلان وفلان، كان يعني صارت الشاطبية مليون بيت. لكن هو من عبقرية الإمام الشاطبي، أتانا بالأمر الأول وتفهم القراءة الأخرى بالضد. فقال مكانات، مد النون، اقرأ بمد النون في كل القرآن لشعبة، باقي القراء يقرأوا بقصر هذه النون، فتقرأ مكانت. مثال آخر: وقصر قياما، قبل قليل كنا نتحدث عن المد، الآن الضد تاحة، وقصر قياما عما، في قوله تعالى: التي جعل الله لكم قياما. قال قصر قياما لعما، تقرأ بالقصر قياما لعما، طب باقي القراء بالضد بالمد. يعني إذن عما الإمام نافع والإمام ابن عامر يقرأها قياما، يعني تقرأ بالقصر، باقي القراء بالضد ألا وهو المد. إذن قياما، باقي القراء تقرأ لهم قياما. يعني لو قلنا مثلا الإمام ابن كثير كيف يقرأها؟ قياما، لأنه ليس من أصحاب القصر. تمام، الإمام مثلا حفص قياما، وهكذا. مثال آخر: وقل لابثين القصر فاشن، في قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. وقل لابثين القصر، تقرأ بالقصر لمن؟ قال لفاشن، للإمام حمزة. إذن الإمام حمزة يقرأ بقصر هذه الكلمة، طب باقي القراء تلقائيا بالضد. ما هو ضد القصر؟ المد. إذن الإمام حمزة يقرأها لابثين، باقي القراء يقرؤوها لابثين. واضح الأمور يا جماعة؟ واضحة ولا أعيد أوضح أكثر؟ واضح. طب تمام، الحمد لله، تمام. ثم قال وإثبات، وإثبات. طب ما هو عكس الإثبات؟ الحذف. وما عكس الحذف؟ الإثبات. إذن سوف نلاحظ أنه هذا ضد مضطرد منعكس. إذن الإثبات وضد الحذف، الإثبات ضد مضطرد منعكس، ولاحظوا هذه الإشارة الخاصة بضد المضطرد المنعكس. نأخذ أمثلة على ذلك: وتثبت في الحالين درا لوامعا، فإلها تكمل طبعا بخلف،
لكن هنا يتحدث عن ياءات الزوائد. قال ياءات الزوائد، وكأنه يقول الإمام الشافعي تثبت في الحالين، أي في الوقف وفي الوصل، للدال ولوامعا بخلف، الدال الإمام ابن كثير واللام الإمام هشام بخلف عنه، بغض النظر الآن مش في بصدد يعني الشرح التام، لكن تثبت في الحالين للدال واللام. طب باقي القراء بشكل عام يعني الآن بدون تفصيل أي لهم الحديث، طبعا في هناك نوع من التفصيل لكن نحن مش بصدد الآن، لكن بشكل عام ما دام قال هنا هؤلاء يثبتوا، باقي القراء يقرأوا بالحذف. نأخذ مثال آخر، واحذف الواو دخلولا، واحذف الواو دخلولا. هو هنا يتحدث عن قوله تعالى وقال موسى ربي أعلم، قال احذف الواو دخلولا، إذا تقرأ قال موسى ربي أعلم بحذف الواو. طب لمن هذا بحذف الواو؟ للدال الإمام ابن كثير. معنى ذلك أنه باقي القراء بالضد، ألا وهو الإثبات. إذا ضد مضطرد منعكس، أينما تأتي الإثبات ضد الحذف، وأينما أتى الحذف ضد الإثبات. قل سارعوا لا واو قبل كمن جلا، لا واو بمعنى احذف. يقول قل سارعوا، في كلمة سارعوا في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال كلمة سارعوا لا واو أي اقرأها بالحذف قبل، يعني قبل كلمة سارع، حتى لا يظن الإنسان أنه يتحدث عن الواو تاع السارع، وهذه هو يتحدث عن الواو التي قبلها. فقال لا واو، احذف الواو التي قبل سارع لمن؟ للكاف والهمزة، كمن جلا. إذا الإمام ابن عامر والإمام نافع يقرأ بدون واو بحذف الواو. طب غيره، غير هؤلاء يقرأ بإثبات هذه الواو فيقرأوها وسارعوا إلى مغفرة. مثال آخر، وقالوا الواو الأولى سقوطها. يتحدث هنا عن قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا والعياذ بالله. فقال هنا قالوا، وقالوا يعني في كلمة وقالوا الواو الأولى، أيضا هو يتحدث عن الواو الأولى خوفا من أنه يحذف الإنسان الواو الثانية، فيقول لك الواو الأولى سقوطها بالإسقاط بالحذف. طباق القراء بالإثبات، إذا ضد مضطرد منعكس، إذا كمد وإثبات. وفتح، هنا يتحدث عن كلمة فتح لا يقصد فيها الفتحة، وإن يأتي في الشاطبية كلمة فتح أو الفتح أو كذا بمعنى الفتحة، لكن إذا كان الكلام عن الإمالة وعدم الإمالة فيتخذ لفظ ضد الإمالة الفتح. فهنا المقصود الفتح ليس الفتحة، وإنما الفتح يعني فتح القارئ فمه عند القراءة، هذا هو ما أقصد الفتح، التي ضدها الإمالة أو الإضجاع بمعنى آخر. نأخذ أمثلة على ذلك، إذن الفتح ضد الإمالة والإمالة ضدها الفتح، فهو ضد مضطرد منعكس، ضد مضطرد منعكس. نأخذ أمثلة، وإضجاعك التوراة ما رد حسنه. إذن تقرأ بالإضجاع بالإمالة كلمة التوراة للميم والراء والحاء، من الميم من كلم الإمام ابن ذكوان، والراء من رسل الإمام الكسائي، والحاء من حسنه من حطي الإمام البصري. إذن الإمام ابن ذكوان والإمام الكسائي والإمام البصري يقرأ بإمالة كلمة التوراة. طب باقي القراء طبعا يقرأ بالفتح، لكن طبعا هنا في يعني شيء آخر، هو زاد الإمام الشاطبي وقلل في جود وبالخلف بللة، يتحدث عن من يقرأ بالتقليل، لكن بشكل عام بشكل عام ما يعني هنا، يقول إنه الذين يقرؤون بالإمالة الإمام الذكوان والإمام البصري والإمام الكسائي. إذا باقي القراء باستثناء تحدث عنهم من هو الإمام ورش والإمام قانون، لأنهم لهم حالة خاصة فيها، لكن بشكل عام ضد هؤلاء الموجودين أمامنا على الشاشة يقرأوا بالفتح. إذا الفتح ضد الإمالة والإمالة ضدها الفتح. وورش جميع الباب كان مقللا. هنا يتحدث عن ورش بعض الكلمات الخاصة، تحدث عنها كان في أبيات سابقة يعني قبل هذا البيت الموجود أمامنا، تحدث عن بعض الكلمات فيقول في النهاية وورش جميع الباب، جميع الباب اللي أنا تحدثت لك عنه كان الإمام ورش مقللا. هنا التقليل أو الإمالة
يعني ضد التنتين ضد الفتح. معنى ذلك انه باقي القراء مبدئيا هما يقرأوا بالفتح، ما دام قال ورج جميع الباب كان مقللا، اذا باقي القراء يقرأوا بالفتح. طبعا هناك بعض الاستثناءات مش بصددها الان، لكن هنا ما دام قال هنا ورش يقلل ضد التقليل او ضد الإمالة بشكل عام هو الفتح، اذا باقي القراء يفتح. مثال اخر، وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا. يتحدث طبعا هو عن كلمة بشرى، قال انه الامام حمزة والامام الكسائي قرأوها بالإمالة، ثم تحدث بعد ذلك قال انه الامام ورش يقرأها بالتقليل، ثم قال وكلاهما، كلاهما اي الإمالة والتقليل، عن ابن العلاء اي الامام البصري يقرأ بالإمالة والتقليل وايضا له الفتح عنه. لكن ما يعنينا هنا ما دام قال وكلاهما عن ابن العلاء والفتح عنه تفضل، ضد الفتح الإمالة، اذا الفتح ضدها الإمالة والإمالة ضدها الفتح. اذا الفتح ضد الإمالة والإمالة ضدها الفتح هو ضد مضطرد منعكس، أينما يأتي في الشاطبية فالفتح ضد الإمالة والإمالة ضد الفتح، إذن هو ضد مضطرد منعكس. إذن كمد وإثبات وفتح ومدغم، الآن نتحدث عن الإدغام، ما ضد الإدغام؟ الإظهار، وما ضد الإظهار؟ الإدغام، إذن ضد مضطرد منعكس، إذن الإدغام ضده الإظهار والإظهار ضده الإدغام. يقول وأدغم باقيهم، يتحدث عن قوله تعالى عادا الأولى، قال وأدغم باقيهم، تحدث شيء معين ثم قال وأدغم باقيهم، إذن هؤلاء يدغم والذين تحدث عنهم. طب ضد هؤلاء بالإظهار، إذن ضد الإدغام الإظهار وضد الإظهار الإدغام. مثال آخر، وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا، يتحدث عن الباء المجزومة إذا جاء بعدها فاء، إذن يتحدث هنا عن الباء المجزومة إذا جاء بعدها فاء نحو قوله تعالى يغلب فسوف، يقول بالإدغام بإدغام الباء المجزومة في الفاء للقاف من فدق. لمن القاف يا جماعة؟ من يقول لنا من القاف؟ يا شيخ إسماعيل تفضل. خلاد، الإمام خلاد، الله يفتح عليك. إذا الإمام خلاد، الراء للإمام الكسائي، الحاء للإمام البصري، فيقول تقرأ لهم هذه الباء المجزومة في الفاء إذا جاءت بعد الفاء تقرأ بالإدغام لهؤلاء الثلاثة. طب باقي القراء ضد ألا وهو الإظهار، يعني الإمام حفص مثلا بالإظهار، الإمام نافع بالإظهار، ضد، إذا ضد مضطرد منعكس. وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، يتحدث عن قوله تعالى ياسين والقرآن، قال اقرأها بالإظهار للعين والفاء وحق والباء. عين من؟ يلا بناخذ سعدونا، عين لمن؟ نور، حفص، حفص، والفاء نهال، حمزة، حمزة، وحق شيخ إسماعيل، أبو عمر وابن كثير، أبو عمر وابن كثير، الله يفتح عليه. طب باء، الباء يا ريحانة، قالون، قالون، الله يفتح عليه. إذن بإظهار ياسين والقرآن للإمام حفص والإمام حمزة والإمام ابن كثير ومن حق ابن كثير والإمام البصري، والباء للإمام قالون، قرأوا بالإظهار، باقي القراء يقرأوا بالإدغام. مثال آخر، فأظهرها نجم بدا دل واضحا، هنا يتحدث عن إدغام دال لدى القد، فيقرأ فيقول فأظهرها أي أظهر الدال بعدها قد هؤلاء القراء اللي هم نون الإمام عاصم من نصع، الباء من أبج الإمام قالون، الدال الإمام ابن كثير من دهز، فيقول الذين يقرؤون بإظهار دال قد هم الإمام عاصم والإمام قالون والإمام ابن كثير. طب باقي القراء يقرأوا بالإدغام لأنه ضد مضطرد منعكس. إذن كمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز، هنا يتحدث عن الهمز، طب باقي القراء
ضد تاعها عدم الهمز أو ترك الهمز، وعدم الهمز ضده الهمز، إذا ضد مضطرد منعكس، هاي الإشارة تاعتها. إذا الهمز ضده ترك الهمز أو عدم الهمز، ويقول ويهمز ضيزا، ويهمز ضيزا. يتحدث عن إمام ابن كثير المكي فيقول، لأنه في أبيات سابقة، ثم هنا يتحدث ويكمل عنه ويقول ويهمز ضيزا عن الإمام المكي. إذا الإمام مكي ابن كثير المكي يقرأها ضئزا، طباق القراء بعدم الهمز يقرأها ضيزا، إذا ضد مضطرد والعكس. لا داعي أن يقول لك الإمام ابن كثير المكي يقرأها بالهمز وباقي القراء وهم فلان وفلان وفلان، ويبدأ يعدد لنا 6 قراء ويقول لك هؤلاء يقرؤوها بعدم الهمز. اكتفى بأن يقول ويهمز ضيزا، باقي القراء بالضبط، ألا وهو ترك الهمز. يقول ويأجوج ومأجوج اهمز الكل ناصرا، يتحدث عن كلمة يأجوج ومأجوج في الكل، يعني في كل القرآن. اقرأ بالهمز للنون نصع الإمام عاصم، إذا الإمام عاصم يقرأ بهمز يأجوج ومأجوج، طباق القراء بترك الهمز. كما قلنا لا داعي أن يقول لك والله فلان وفلان يأتينا بالست القراء المتبقين هؤلاء كلهم يقرأوا بترك الهمز. وقال يأجوج ومأجوج بهمز هذه الكلمات في كل القرآن، لمن؟ للإمام عاصم، وترك الأمر. إذا يفهم بالضبط بأن باقي القراء يقرأوا بترك الهمز. مثال آخر، وحرفي البرية فهمز آهلا متأهلا. كلمة البرية قال اقرأها بالهمز لآهلا متأهلا. آهلا الهمزة من؟ الإمام نافع. متأهلا الميم من؟ من كلم. من يقول لنا؟ من يذكرنا؟ كلم الميم يا ريحانة. ابن ذكوان. ابن ذكوان، الله يفتح عليك. إذا الإمام ابن ذكوان والإمام نافع يقرأان كلمة البرية بالهمز، طباق القراء يقرأها بترك الهمز، بعدم الهمز. إذا لا داعي أن يذكرنا باقي القراء، ترك الأمر للضد وهو معروف بداهة. إذا الهمز وضد ترك الهمز أو عدم الهمز ضد مضطرد منعكس، أينما يأتي عدم الهمز أو ترك الهمز ضد مباشرة الهمز، وأينما يأتي الهمز ضد مباشرة ترك الهمز. مثال على ذلك آخر، وقل زكريا دون همز جميعه صحاب. زكريا أينما تأتي في القرآن جميعه، لما قال جميع يعني أينما يأتي في القرآن بدون الهمز بترك الهمز، لمن؟ لصحاب. من يذكرنا من هم صحاب حاجتنا؟ حمزة والكسائي وحفص. حمزة والكسائي وحفص. إذن هؤلاء الثلاثة يقرأوا زكريا بدون همز. طيب دون الهمز ترك الهمز ضد مضطرد منعكس؟ نقول نعم. إذن باقي القراء يقرأوا بالهمز، أي قارئ غير صحاب أو أي راوي غير صحاب يقرأوا بهمز زكريا. إذن كمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز ونقل. النقل ضد التحقيق والتحقيق ضد النقل، إذا ضد مضطرد منعكس، أينما يأتي في الشاطبية فالنقل ضد التحقيق والتحقيق ضد النقل. مثال على ذلك، ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. كلمة قرآن أينما تأتي سواء معرفة أو نكرة تقرأ بالنقل للدال للإمام ابن كثير، إذا لا داعي لأن يذكر باقي القراء. سكت هنا، فنعرف بالضبط أن باقي القراء يقرأ بالتحقيق. إذا الإمام ابن كثير يقرأ بنقل كلمة قرآن والقرآن بنقل حركة الهمزة وحذفها طبعا في جميع القرآن، باقي القراء يقرأ بالتحقيق. إذا النقل وضد التحقيق ضد مضطرد منعكس. يقول ونقل ردا عن نافع. كلمة ردا تقرأ بالنقل عن نافع. طب سؤالي الآن لكم، عن ممكن تكون رمز للإمام حفص ولا مش رمز؟ يعني أنا غلطان فيها معقول؟ يعني عن نافع حفص والإمام نافع أم ماذا؟ مين قلنا؟ شيخ إسماعيل تفضل.
عن ما يقصدش بها رمز. لماذا؟ ما يقصدش بها رمز لحفص. لماذا؟ والله ما قدرش، لكن هيك اللي فهمني مش 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 رمز. لكن ليش ماني شاعر؟ تمام الله يفتح. هو ليس برمز. لماذا؟ سنأخذ فيما بعد بإذن الله تعالى بأنه إذا ذكر قارئ صراحة لن يكون معه رمز، فهنا ذكر نافع صراحة، معنى ذلك العين ليست رمز. هذا إن شاء الله سنأخذها في لقاءاتنا القادمة، فننتبه إلى هذه النقطة. إذن هنا لن تكون عن رمز. لماذا؟ لأنه ذكر نافع باسم الصريح، فننتبه إلى هذه النقطة. إذن نقل ردا عن نافع، إذن كلمة ردا تقرأ بالنقل للإمام نافع. طب ما دام تقرأ بالنقل للإمام نافع، باقي القراء الستة المتبقيين مين المتبقيين؟ إيش ممكن نرمز لهم يا جماعة؟ أم يحيى. الخاء. الله يفتح عليك أم يحيى، الله يفتح عليك. إذن الباقي ممكن يقول هنا، ممكن لو سمح للنظم مثلا أو يأتي بها بطريقة أخرى يقول بالتحقيق، تحقيق ردا للخاء مثلا، لكن هنا أتى بالضد وقال نقل ردا عن نافع، تقرأ كلمة ردا بالنقل للإمام نافع. إذن الخاء أو باقي القراء يقرأوا بالتحقيق. الأمور إن شاء الله تكون واضحة يا جماعة، أنا أتمنى الأمور واضحة، الأمور هينة. يعني أنا حكيت لكم في البداية أنه الأمر هين وبسيط جدا، لكن يحتاج منا إلى تركيز وفهم عام. يقول هنا وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح. التحريك بمعنى النقل هنا من الألفاظ التي يستخدمها الإمام الشاطبي بشكل أخرى أو بكلمة مرادفة، فقال حرك أي انقل لورش أي حرف ساكن مسبوق بهمزة يلي عفوا همزة، فأقرأ بنقل هذه بنقل حركة الهمزة وحذف الهمزة، يعني لها كيفية معينة. لكن هنا ما يعنينا أنه كأنه يقول اقرأ بالنقل لورش، طب باقي القراء يقرأوا بالتحقيق لأنه ضد مضطرد منعكس. إذن كمد وإثبات وفتح ومضغم وهمز ونقل. ثم قال واختلاس، طب عكس الاختلاس تحقيق الحركة أو إتمام الحركة. طب هل هي ضد مضطرد منعكس؟ نعم ضد مضطرد منعكس. إذا أراد أن يعبر عن الاختلاس قد يعبر عنه بالإخفاء، واخذنا هذا المثال في لقائنا السابق، قلنا وإخفاء كسر العين صيغ به حلا، يتحدث عن كلمة نعمة، فيقول إخفاء كسر العين تقرأ بالاختلاس لكسرة العين لمن؟ للصاد من للإمام شعبة، من نصع، الباء الإمام قالون، من أبج، الحاء من للإمام البصري من حطي. إذن هؤلاء الثلاثة يقرأوا بالاختلاس، الإمام شعبة والإمام قالون والإمام البصري يقرأوا بالاختلاس. تلقائيا باقي القراء بالضد، لأنها ضد مضطرد منعكس، فيقرأ بإتمام الحركة، فيقرأ بإتمام الحركة. مثال آخر وأخفى بنو حمد، يتحدث عن قوله تعالى أما لا يهدي، فيقول قرأوا بالإخفاء أي بالاختلاس بنو حمد، الإمام قالون أبج والإمام البصري حطي. فالإمام قالون والإمام البصري قرأوا بالإخفاء تلقائيا، باقي القراء يقرأوا بإتمام هذه الحركة. انتهى من الجزئية الأولى أو من الأضداد القسم الأول، والآن يكمل. قال وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا. من يقرأ؟ زمردة، أخ زمردة تفضل. وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا. الله يفتح عليك، الله يبارك فيك. إذن وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا، يتحدث عن باقي الأضداد ويقول وجزم
وتذكير، وبدأ بالجزم. طيب السؤال الآن، ما هو ضد الجزم؟ ضد الجزم الرفع، ضد الجزم الرفع. لكن هل ضد الرفع الجزم؟ نقول لا، الرفع ضد النصب. أرجع وأقول ضد الجزم الرفع، هنا يقول وجزم، ما ضد الجزم؟ ضد الجزم الرفع. لكن هل ضد الرفع الجزم؟ نقول لا، ضد الرفع النصب. إذن الجزم ضد الرفع، هل يعتبر ضد مضطرد منعكس؟ نقول لا، مضطرد غير منعكس. الله يفتح عليك. إذن مضطرد غير منعكس. لنرى، إذن وجزم وتذكير، نأخذ الجزم. أيوة الجزم ضد الرفع. لحظة، تغيرت الإشارة، ضد مضطرد لكنه غير منعكس، مضطرد فقط غير منعكس. إذن الجزم ضد الرفع. طب الرفع قلنا ما هو ضد النصب؟ هذا إن شاء الله رح نأخذها ثلاث أضداد يا جماعة، هينة وبسيطة، ثلاث أضداد فقط المضطردة غير منعكسة، وباقي الأضداد كلها مضطردة منعكسة. فإن شاء الله رح نأخذها في لقائنا القادم. ما هي هذه الأضداد الثلاثة؟ إذا حفظت هذه الثلاثة باقي الأضداد كلها مضطردة منعكسة. إذن الجزم ضد الرفع، لكن الرفع ليس ضد الجزم، قلنا الرفع ضد النصب، لكن ما يعنينا الآن، ما ضد الجزم؟ الرفع. مثالنا على ذلك، وحرف يرث بالجزم حلو رضا. الحرفين تعود يرث من قوله تعالى يرثني ويرث، هؤلاء الحرفين قال حرفا يرث، الموضعين يعني، قرأت بالجزم للإمام البصري والإمام الكسائي. إذن يقرأان الموضعين بالجزم، يرثني ويرث. طب باقي القراء يقرأوا بالرفع، يرثني ويرث. إذن يقرأان بالإمام البصري والإمام الكسائي بالجزم، وباقي القراء يقرأوا بالرفع، لأنه ضد الجزم الرفع. إذن هنا حدد بالجزم، تلقائيا باقي القراء بالرفع، لأنه ضد الجزم هو الرفع. يقول ويا ونكفر عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع وكلا. انتبهوا معي إلى هذا البيت، قال ويا ونكفر، يتحدث عن قول تعالى ويكفر عنكم. قال ويا نكفر، أي نكفر تقرأ بالياء، عن كرام، الإمام حفص والإمام ابن عامر يقرأ بالياء ويكفر. هذه النقطة الأولى. إذن هنا، وهذا مش معنا الآن لكن يعني من باب الفهم العام، إذن الإمام حفص والإمام ابن عامر يقرأ بالياء في كلمة نكفر، إذن باقي القراء سيقرأ بالنون، ضد الياء النون، وهذا إن شاء الله رح نأخذها في لقائنا القادم. طيب نكمل، ممكن تضع شرطة هنا، قال وجزمه، جزم هذا الكلمة، أتى شافيا، تقرأ بالجزم، وهذا ما يهمنا الآن، كلمة نكفر هذه تقرأ بالجزم للإمام نافع والإمام حمزة والكسائي، شين حمزة والكسائي يقرأ بالجزم. طيب ضد الجزم الرفع، لكن هنا أتانا قال والغير بالرفع وكلا، باقي القراء يقرأوا بالرفع. إذن كلمة تكفر سواء بالياء أو بالنون مش معنيا الآن فيها، تقرأ بالجزم لنافع وحمزة والكسائي، باقي القراء ضد الجزم الرفع. وضحنا يا هنا وأتى أتانا به صراحة، قال والغير بالرفع وكلا. اختصار هذا البيت يا جماعة، يقول الإمام حفص والإمام ابن عامر يقرأان بالياء، باقي القراء يقرأوا بالنون، كذلك يقرأ الإمام نافع والإمام حمزة والإمام الكسائي بالجزم، وباقي القراء يقرأوا بالرفع. طب محصلة هذا الأمر كله، راح نلاحظ أنه الإمام نافع والإمام حمزة يقرأوا نكفر، لأنهم أصحاب من أصحاب النون وليس من أصحاب الياء، أصحاب النون، وأيضا هم من أصحاب الجزم، فيقرأان أو يقرأوا الإمام حمزة والإمام الكسائي والإمام نافع يقرأوا نكفر. طب حفص والإمام ابن عامر يقرأوا يكفروا.
لأنهم من أصحاب الياء ومن أصحاب الرفع. طباق القراء يكفروا. مش معنيين الآن فيها كثير في تفصيل هذا البيت، لكن ما يعنينا أن هنا أتى بالجزم، باقي القراء يقرأ بالرفع، لكن هنا عبر وقال والغير بالرفع، زادها يعني وضح من باب التوضيح. لكن لو لم يقل والغير بالرفع لفهمت، لأنه ضد الجزم الرفع. لكن ننبه أنه الجزم هو مضطرد غير منعكس، مضطرد فقط، ضد مضطرد فقط. إذن قال وجزم وتذكير، ضد التذكير التأنيث، وضد التأنيث التذكير. إذن ضد مضطرد منعكس، نلاحظ أن ضد التذكير التأنيث، وضد التأنيث تذكير. إذن هذا ضد مضطرد منعكس. لكن سؤالي لكم، هل هذا ضد عقلي أم ضد الصلاحي؟ من يذكرنا، ضد عقلي أم ضد الصلاحي؟ أستاذ رضا. رضا ما ذكر شيخنا. السلام عليكم. نعم عليكم السلام. هذا ضد عقلي، التذكير والتأنيث ضد عقلي. الله ينورك. إذا ليس الصلاحي. لكن قبل قليل أخذنا الجزم، إيش قلنا ضد الجزم؟ الرفع. سؤالي الآن لك يا أستاذ رضا، الجزم ضد الرفع، بغض النظر هو طبعا هو لا يخفى علينا، قبل قليل تحدثنا أنه ضد مضطرد لكنه غير منعكس، لكن الجزم وضده هو الرفع، ضد عقلي ولا اصطلاحي؟ اصطلاحي، لأن على ما اتفق عليه في المنظومة. الله ينور عليك. هو الإمام الشاطبي اصطلح على أنه ضد الجزم الرفع. ممكن واحد يأتي ضد الجزم النصب، إذن هذا ضد اصطلاحي. لكن التذكير وضد التأنيث بالطبيعة الحال، التذكير ضد التأنيث والتأنيث ضد التذكير. إذن ضد التذكير والتأنيث ضد عقلي، أما الجزم ضد الرفع فهو ضد اصطلاحي. نعود الآن إلى التذكير وضد التأنيث، ضد مضطرد منعكس. نأخذ أمثل على ذلك. قال وذكر، تسقى، عاصم وابن عامر. يتحدث عن كلمة يسقى بماء واحد، قال تقرأ بالتذكير للإمام عاصم والإمام ابن عامر، يسقى. طب باقي القراء بالتأنيث تسقى. إذن ضد مضطرد منعكس. ذكرنا هنا من هم أصحاب التذكير، قال وذكر تسقى، اقرأ بالتذكير للإمام عاصم والإمام ابن عامر. تلقائيا الضد يقرأ بالتأنيث، باقي القراء الخمسة المتبقيين يقرأ بالتأنيث. إذن الإمام عاصم والإمام ابن عامر يقرأان يسقى، باقي القراء يقرأ تسقى بالتأنيث. هنا أيضا قال وذكر، فناداه وأضجعه شاهدا. كلمة فنادته الملائكة، قال وذكر فناداه، أقرأها بالتذكير فناداه، لكن هل اكتفى بذلك؟ لا، أيضا في شيء آخر قال وأضجعه. اضجع هذه الكلمة أقرأها بالإضجاع لمن؟ قال للشين، لحمزة والكسائي. إذا كيف ستقرأ؟ مبدئيا تقرأ فناداه، لكن مع الإضجاع أي الإمالة سوف تقرأ فناديه. إذن تقرأ بالتذكير والإضجاع أي الإمالة للشين لحمزة والكسائي. إذن فناديه، فناديه. إذن وذكر فناداه وأضجعه شاهدا. إذن الشين حمزة والكسائي يقرأ بالتذكير، باقي القراء يقرأ بالتأنيث، لأنه ضد التذكير التأنيث، وضد التأنيث التذكير فهو ضد مضطرد منعكس. هنا يقول وأنث، يكن عن دارم. يتحدث عن قوله تعالى كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يقول اقرأ بالتأنيث في كلمة يكن. لمن؟ للإمام حفص عن، ودارم الإمام ابن كثير يقرأ بالتأنيث. طيب باقي القراء يقرأ بالتذكير، يكن وحفص والإمام ابن كثير يقرأ بالتأنيث تكن. إذن التذكير والتأنيث ضد مضطرد منعكس. كيف الأمور يا جماعة؟ هينة وبسيطة، أنا شايف الأمور بسيطة جدا. إيش رأيكم يا جماعة؟ الأمور كيف؟ يلا بدنا تفاعلكم، نقف قليلا نرى تفاعلكم. إيش رأيكم؟ الأمر هين بسيط، الشيخ أحمد يقول بسيط، حاجتنا الحمد لله سهل، ريحانة.
خديجة تقول بسيط، عبد الله بسيط، الحمد لله خديجة تقول تمام، رضا بسيط، نارتاي بسيط، عبد الرازق جميل تمام، أم عمر الحمد لله طب تمام، يخفي هذا، نور ما شاء الله تمام تمام الحمد لله. الأخت نهال حياكم الله، أخت نهال برضو بسطتم الأمور الله يفتح عليكم، ماشي. أم يحيى، منال، الأمور بسيطة. نأخذ أضداد عقلية، التذكير ضد تأنيث معروف، مد ضد قصر، القصر ضد المد، إثبات ضد الحذف، الحذف ضد الإثبات، يعني الأمر وعكسه، فالأمر بسيط وإن شاء الله الأمر سهل. نأخذ هذا المثال، ويقبل لولا أنث دون حاجز، يتحدث عن قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، فيقول ويقبل الأولى، يقبل الموضع الأول، اقرأها بالتأنيث للدال والحاء دون حاجز. فالإمام ابن كثير والإمام البصري يقرأ بالتأنيث، باقي القراء يقرأ بالتذكير، فالتذكير والتأنيث ضد مضطرد منعكس. إذن وجزم وتذكير وغيب، ما هو عكس الغيب؟ الخطاب، وعكس الخطاب الغيب، إذن ضد مضطرد منعكس. مثال على ذلك، ولا يعبدون الغيب شائع دخللا، لا يعبدون من قوله تعالى ولا يعبدون إلا الله، قال لا يعبدون تقرأ بالغيب لمن؟ لشائع والدال، الإمام حمزة والإمام الكسائي والإمام ابن كثير يقرأوها بالغيب، طب باقي القراء يقرأوا بالخطاب لا تعبدون، طب هؤلاء الموجودين أمامنا على الشاشة بالغيب لا يعبدون. مثال آخر، وبالغيب عما تعملون، هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفه دلا. طبعا عندنا في سورة البقرة وما الله بغافل عما تعملون موضعين، قال وبالغيب هنا، الموضع الأول يتحدث عنه لأنه هو يسير بحسب ترتيب الآيات، فهو عندما وصل إلى قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون الموضع الأول، فقال تقرأ بالغيب هنا في هذا الموضع يعني للدال للإمام ابن كثير، فكيف سوف تقرأ هذه الكلمة بالغيب عما يعملون؟ طب بالخطاب، ضدها بالخطاب، باقي القراء غير الإمام ابن كثير عما تعملون. ثم قال وغيبك في الثاني، الموضع الثاني يقرأ بالغيب إلى اللي هو الإمام نافع، والصاد اللي هو الإمام شعبة، والإمام ابن كثير يقرأ بالغيب في الثاني، طب باقي القراء يقرأ بالخطاب. إذن الموضع الأول والموضع الثاني يقرأ الإمام ابن كثير بالغيب، لكن الإمام نافع والإمام شعبة قرأوا في الثاني بالغيب أي مع الإمام ابن كثير، أما الموضع الأول قرأوا بالخطاب. ما يعنينا هنا ليس تفسير هذا البيت، إنما ما يعنينا أن بعض القراء قرأوا بالغيب، الضد تماما يقرأ بالخطاب. إذن هنا نأخذ مثالنا عن الإمام ابن كثير، بالغيب عما يعملون، باقي القراء عما تعملون بالخطاب. إذن الغيب ضد الخطاب والخطاب ضد الغيب، إذن هذا ضد مضطرد منعكس. أيضا وفي أم يقولون الخطاب كما على شفا، في قوله تعالى أم تقولون إن إبراهيم في سورة البقرة، أيضا يقول وفي أم يقولون تقرأ بالخطاب، أن تقولون أخاطبهم تقولون لمن؟ للكاف ابن عامر، والعين الإمام حفص، والشين حمزة والكسائي، هؤلاء يقرأوا بالخطاب تقولون، طباق القراء يقرأوا بالغيب يقولون، إذن الغيب ضد الخطاب والخطاب ضد الغيب. وخاطب تروا شرعا، يتحدث عن قوله تعالى ألم تروا إلى الطير مسخرات، يقول تقرأ بالخطاب، خطاب تروا للشين حمزة والكسائي، إذن تروا لحمزة والكسائي، باقي القراء بالغيب يروا، إذن الغيب ضد الخطاب والخطاب ضد الغيب، إذن ضد مضطرد منعكس. إذن وجزما وتذكيرا وغيبا وخفة، التخفيف ضد التشديد أو التثقيل يعني، وضد التشديد التخفيف، إذن ضد مضطرد منعكس. يقول ورب خفيف إذ نما، يتحدث عن قوله تعالى ربما، قال رب
بالتخفيف للهمزة والإمام عاصم. الإمام نافع والإمام عاصم يقرأوا بالتخفيف، طب باقي القراء يقرأوا بالتشديد بالتثقيل ربما. إذا نافع والإمام عاصم ربما، باقي القراء بالتشديد ربما. إذا ضد مضطرد منعكس. مثال آخر، وكوفيهم تساءلون مخففا. كلمة تساءلون تقرأ بالتخفيف لمن؟ لأهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي، باقي القراء يقرأوا بالتشديد تساءلون. معلش يا جماعة أنا يمكن بعض الحروف اليوم شوي ضاربة معي خفيف، لأنه عند صحيح فطريات في الفم والتهاب في اللثة، فيعني بالكاد أستطيع أن أتحدث اليوم، فسامحوني يعني إذا الصوت غير واضح وغير دقيق. لكن هنا نرجع ونقول وكوفيهم تساءلون مخففا، أهل الكوفة يقرأوا بالتخفيف في كلمة تساءلون تساءلون، باقي القراء يقرأوا بالتشديد. إذن التخفيف ضد التشديد، ضد مضطرد منعكس. وثقل غساقا معا شاهد علا. كلمة غساق نحو قوله تعالى إلا حميما وغساقا تقرأ بالتثقيل في الموضعين لهشين حمزة والكسائي وحفص علا حفص، طباق القراء بالتخفيف غساقا. إذن التخفيف والتجديد ضد مضطرد ونعكس. شايفين يا جماعة كيف مأثر الأمور؟ يقول وشدد حفص منزل وابن عامر. الإمام حفص والإمام ابن عامر قرأوا بتشديد منزل، إذن كيف تقرأ؟ منزل. طباق القراء منزل بالتخفيف، إذن التشديد ضد التخفيف والتخفيف ضد التشديد، إذن ضد مضطرد منعكس. إذن وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع. الجمع ضد الإفراد أو التوحيد، والإفراد ضد الجمع، إذن ضد مضطرد منعكس. يقول وجمع رسالات حمته ذكوره. يتحدث عن كلمة رسالات، قال بالجمع للحاء الإمام البصري والذال. من يذكرنا بالذال؟ سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سعيد. حياكم حياكم الله دكتور. وكوف وشام ذالهم ليس مغفلة. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. إذا الكوفيون ومعهم الإمام ابن عامر. إذا تقرأ رسالاتي بالجمع للإمام البصري والإمام ابن عامر وأهل الكوفة. طب باقي القراء من أو كيف يقرأوها؟ بالإفراد بالإفراد. مين المتبقيين يا جماعة؟ مين المتبقيين؟ بدنا رمز لهم. من يأتي لنا برمز للمتبقيين؟ بديش اسمهم، بدي يأتي لنا برمز. شيخ إسماعيل يعني الضد، لو قلت لك الضد يقرأوا بالإفراد من هم؟ نافع نافع وابن كثير حرمي. حرمي حرمي الله يفتح عليك. إذن الضد حرمي يقرأ بالإفراد، ولم يقل لنا يعني في الأبيات الشاطبية لم يقل حرمي أو الإمام مثلا ابن كثير والإمام نافع قرأوا بالإفراد، هو اكتفى قال وجمع رسالات حمته ذكوره فزاحم بالذكاء لتفضل. باقي القراء يقرأ بالإفراد، من هم باقي القراء؟ نافع والإمام ابن كثير، ألا وهم حرمي. شوف ما أسأل الأمور يا جماعة. قال عشيراتكم بالجمع صدق. عشيراتكم بالجمع تقرأ للصاد للإمام شعبة، طب باقي القراء يقرأ بالإفراد، باقي القراء يقرأ بالإفراد. خطيئته التوحيد عن غير نافع. كلمة خطيئة من قوله تعالى وأحاطت به خطيئته، قال بالتوحيد بالإفراد، أي يعني بالإفراد عن غير نافع. غير نافع يقرأ بالتوحيد بالإفراد، طب نافع بالجمع. لما يقول خطيئته تقرأ بالتوحيد عن غير نافع، أي للخاء بالاختصار، يعني يقرأ الخاء يقرأ بالتوحيد. إذا النافع يقرأ بماذا؟ بالجمع. إذا هنا التوحيد أي الإفراد وضد الجمع، والجمع ضد التوحيد. إذا ضد مضطرد
منعكس. أيضا هنا ممكن واحد يسأل هل العين أو الغين رموز؟ نقول لا، لأنه ذكر الاسم صراحة، فلن تكون العين ولا الغين يعني رموز لأحد من القراء. لماذا؟ إذا قلنا العين والغين رموز فهذا يعارض القاعدة التي تقول أنه إذا أتى باسم صراحة فلن يكون معه رموز. وكما قلت إن شاء الله سنأخذ هذا الأمر بإذن الله تعالى في لقائنا القادم أو في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى. مثال آخر، وفي الغرفة التوحيد فاز، يتحدث عن قوله تعالى وهم في الغرفة، يقول تقرأ بالتوحيد للفاء للإمام حمزة، طباق القراء للجمع في الغرفات، ووحد حق مسجد الله الأولى. مسجد الله الأول، موضع الأول، يقرأ بالتوحيد للحق. من حق الإمام ابن كثير والإمام البصري يقرأ بالتوحيد في مسجد الله الموضع الأول، طباق القراء يقرأ بالجمع، يقرأ بالجمع. رسالات فرد وافتحوا دون علة، تقرأ رسالات بالإفراد للإمام ابن كثير والإمام حفص. الأخت نهال تفضلي سؤالك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من صباحك حاجة بتقول في الموضوع الأول، طيب باقي المواضع يعني هل بيبقى ليها بقى مثلا بيت تاني ولا إيه؟ سؤال جميل جدا. له الإمام الإمام الشاطبي من منهجيته أنه إذا جاء موضع بشاكرة وموضع آخر بشاكرة أخرى قد يتحدث عن الموضع الأول ويقول هذا الموضع، ويقول مثلا الأول أو كلمة مثلا مرادفة لهذا المعنى. طب الموضع الثاني إذا كان في خلاف بين القراء عندما يصل له يتحدث عنه، أو أحيانا عندما يتحدث عن الموضع الأول يعرج مباشرة ويقول الموضع الثاني يقرأ هكذا أو كذا، أو ينتظر عندما يصل إلى الموضع الثاني ويتحدث عنه. طب هذا إذا كان في الموضع الثاني خلاف، طب إذا لا يوجد فيه خلاف لن يتحدث عنه مطلقا. إذا كان الموضع الأول في خلاف والموضع الثاني أيضا في خلاف، فقد يجمع بينهما ويتحدث مباشرة عن، عندما يتحدث عن الأول يتحدث مباشرة عن الموضع الثاني، أو ينتظر حتى يصل إلى الموضع الثاني يتحدث عنه. طب إذا كان لا يوجد خلاف في الموضع الثاني فقد يكتفي في الأول ولن يتحدث عن الثاني. هذا هو منهجية الإمام الشاطبي في ذلك. وضح أستاذ نهال؟ نعم، جزاكم الله خير. الله. إذا رسالات فرد وافتحوا دون علة، رسالات تقرأ بالإفراد، طبعا وفتح التاء هنا يعني مش معنيين الآن، لكن تقرأ بالإفراد لا الدال والعين، طباق القراء بالجمع. إذا وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين. التنوين يعني هنا عكس عدم التنوين، وعدم التنوين عكس التنوين. إذا ضد مضطرد منعكس، نحو قول الناظم، قول الناظم ونون عزير رضا نص وبالكسر وكلا. إذا هنا كلمة عزير تقرأ بالتنوين للإمام الكسائي والإمام عاصم، قال يعني أيضا بالكسر، أي بكسر هذه الكلمة حين يعني وصلها بما بعدها عزير ابنه، يوضح أنها تقرأ بالكسر من باب التوضيح. لكن ما يعنينا هنا أنها تقرأ بالتنوين كلمة عزير للراء والنون، طباق القراء بعدم التنوين ضد مضطرد منعكس. شهاب بنون ثق، قوله تعالى أو آتيكم بشهاب، قال تقرأ بالتنوين للثاء. من الثاء يا جماعة؟ من يذكرنا من الثاء؟ أستاذة خديجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ومنهن للكوفي ثاء مثلث، يعني الثاء للكوفيون. الله ينور عليك. إذن الثاء لأهل الكوفة. إذن شهاب تقرأ بالتنوين لأهل الكوفة، باقي القراء بعدم التنوين لأنه ضد مضطرد منعكس. قال ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل. ثمود في الفرقان والعنكبوت لا تقرأ بالتنوين، بعدم التنوين، أي بعدم التنوين للعين والفاء، حفص والإمام حمزة، طباق القراء بالتنوين لأن التنوين ضد عدم التنوين، وعدم التنوين ضد التنوين إذا ضد مضطرد منعكس. خالصة أضف له الرحم، كلمة خالصة
من قوله تعالى خالصة ذكر الدار، قال خالصة أضف، يعني بعدم التنوين هنا، أضف أي بمعنى عدم التنوين، بمعنى خالصة أضفها إلى ذكرى فتصبح خالصة ذكرى. المهم هنا كلمة أضف بمعنى عدم التنوين. طب باقي القراء التنوين، إذن بعدم التنوين لمن؟ اللام للإمام هشام من كلم، والهمزة للإمام نافع. إذن هؤلاء يقرأوا بعدم التنوين، باقي القراء بالتنوين، فالتنوين ضد عدم التنوين، وعدم التنوين ضد التنوين، فهو ضد مضطرد منعكس. إذن وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك. التحريك ضد الإسكان، لكن ننتبه هنا إلى شيء معين. التحريك يا جماعة ضد الإسكان. طيب ضد التحريك الإسكان، وضد الإسكان التحريك بالفتح. هذه النقطة يعني نريد أن ننتبه لها جيدا. هذه إن شاء الله رح نتحدث عنها في لقائنا القادم، أو في لقائنا القادم، لا أدري اللقاء القادم أو الذي يليه، لكن ننتبه إلى هذه النقطة، أن التحريك بشكل عام إذا أراد التحريك يراد به الفتح، لكن قد يقيد ويقول لك مثلا حرك بالضم. بشكل عام إذا رأيتم كلمة تحريك في الشاطبية فضدها الإسكان، سواء تركها على إطلاقها، قال لك حرك، أو قال مثلا حرك بالضم، حرك بالكسر، سواء بشكل عام إذا قال كلمة تحريك فضدها الإسكان. إذا التحريك وضد الإسكان ضد مضطرد منعكس، ضد التحريك الإسكان وضد الإسكان التحريك، لكن ننتبه أنه هل يقيد أو لا يقيد، هذا إن شاء الله رح نتحدث عنها في لقاءاتنا القادمة. لكن ما يعنينا أن التحريك ضد الإسكان والإسكان ضد التحريك، فهو ضد مضطرد منعكس. والآن رح أعطيكم عن مثال يتضح الصورة فيه أكثر بإذن الله تعالى. يقول معا قدر حرك من صحاب، معا الموضعين اقرأها بالتحريك. طيب هنا التحريك ضد الإسكان، لكن أنا قلت لكم قبل قليل إذا قال التحريك ولم يعني يقيدها بشيء آخر فخذوا التحريك أي الفتح. إذن حرك بالفتح كلمة قدر للميم وصحاب. من هو الميم من كلم؟ الإمام ابن زكوان، وصحاب الإمام حمزة والإمام الكسائي والإمام حفص، يقرأوها بالتحريك. باقي القراء يقرأوا بالإسكان، فالإسكان ضد التحريك والتحريك ضد الإسكان. مثال آخر، ورأفة يحركه المكي. كلمة رأفة بالتحريك رأفة للإمام ابن كثير، طباخ القراء بالإسكان، رأفة رأفة بإسكان الهمزة، هو يتحدث عن الهمزة، فقال بالتحريك للإمام المكي، طباخ القراء بالإسكان. وحرك عين الرعب ضما كمارسا. لهو هنا قال حرك، كأنه يقول حرك بالضم، قيد لنا إياها، لكن ما يعنينه هنا أنه هنا قال التحريك وضد الإسكان. إذن بالتحريك لعين الرعب، العين في كلمة الرعب فتقرأ الرعب للكاف والراء، الإمام ابن عامر والإمام الكسائي كلمة الرعب يقرأوها الرعب. طباق القراء بالإسكان، فضد التحريك الإسكان، فهو ضد مضطرد منعكس. وسكن معا شنآن صحا كلاهما. اقرأ بالإسكان كلمة شنآن معا في الموضعين، للصاد الإمام شعبة والكاف الإمام ابن عامر، نحو قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن، فتقرأ بالإسكان. طب ما دام قال بالإسكان باقي القراء بالتحريك، إذا التحريك ضد الإسكان والإسكان ضد التحريك. لكن ننتبه، ممكن واحد يقول لي طب هو قال بالإسكان وأنت تقول ضد التحريك، طب أحرك بماذا؟ قبل قليل قلت لكم إذا ترك التحريك على الإطلاق فالمقصود به الفتح، وهذا إن شاء الله رح ناخذها إن شاء الله في لقاءاتنا القادمة بإذن الله تعالى. إذن التحريك ضد الإسكان والإسكان ضد التحريك، لكن هنا ما يعنينا ما قلت الآن أن التحريك ضد الإسكان والإسكان ضد التحريك. ويطهرنا في الطاء السكون. يطهرنا اقرأ بإسكان الطاء، باقي القراء بالتحريك. إذا التحريك ضد الإسكان والإسكان ضد التحريك.
بهيك أدرت الوقت بشكل سريع وجميل جدا، استمتعنا اليوم في لقاء اليوم. نذكر أيضا بتسميع الأبيات لمن يعني تأخر في تسميع الأبيات الشاطبية. لا ننسى أن هذه المحاضرة إن شاء الله ستنزل على قناتنا على اليوتيوب، أتمنى من الجميع يا جماعة، وهذا يعني رجائي لكم أن تدعمونا في هذا الأمر، يعني تضعوا لايك، تعلقوا على هذه الفيديوهات حتى تساعدونا في نشر هذا العلم. يعني كما قلت سابقا، هذه المحاضرة تأخذ منا بالساعات في التحضير والتصوير والإعداد والتجهيز، فلا تبخلوا علينا بلايك بإعجاب أو بتعليق على مثل هذه الفيديوهات. نرى أحيانا المشاهدات على الفيديو ولا نرى عليها إلا القليل من الإعجاب أو التعليق، فساعدونا في هذا الأمر بوضع لايك وتعليق حتى تساعدونا كما قلت في نشر هذه المواد العلمية والمواد القرآنية. وهذه قناتنا على التليجرام، لا إله إلا أنت سبحانك ربي إني كنت من الظالمين. مين عنده سؤال في لقاء اليوم؟ مين عنده في نهاية هذه المحاضرة؟ لا يسعني إلا أن أقول والحمد لله إلى ختامه، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابع من واله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.